اليوم راح اتكلم عن مسلسل درامي والكوميدي تيد لاسو وليش لازم تتابعه. طبعا قصته عن لاعب كرة قدم امريكية معتزل يسافر للمملكة المتحدة عشان يدرب فريق كرة قدم. استوعبتوا انتو؟ هو يفهم كرة قدم امريكية بس ما له في كرة القدم حقتنا. ايش البقعات اللي ممكن راح تصير؟ المسلسل من موسمين وفيه كمية ضحك مو طبيعية. يعرض في جميع مواقع الانترنت وانصحكم تتابعوه. سلام. خميس ويكند وجاء وقت فيلم السهرة. فيلم السهرة اليوم تصنيفه أكشن وإثارة. قصته عن قناص سابق في الجيش الأمريكي متهم باغتيال 5 أشخاص، ويجي ضابط سابق في الجيش مو مقتنع بهذا الشيء وياخذ التحقيق ألين يكتشف الحقيقة. الفيلم من بطولة الممثل اللامع توم كروز، وأخيرا اسم الفيلم جاك ريتشر، واصدره بسنة 2012 وفي منه جزء ثاني، والجزء الثاني اصدره بسنة 2016، والفيلمين يصلح العمر 13 سنة وفوق، موجودين على منصة نتفليكس. تقييم الشخصي للجزء الأول هو 8/10، تقييم الجزء الثاني هو 7/10. سلام. عالم الأفلام مفتوح للكل والمنافسة فيه قوية بين الممثلين لأخذ لقب الأفضل، لكن المنافسة هذه تغيرت تماما في آخر 30 سنة بدخول المغنيين، لعيبة الكورة، لعيبة السلة وحتى المصارعين، وصار الموضوع ما يقتصر على الممثلين المعروفين. فاليوم حلقتنا بعنوان ممثلين ما هم ممثلين، مين هم؟ خلونا نتعرف عليهم. راح أحاول أتكلم وأذكر جميع الفئات، وهنبدأ بالمغنيين. دائما نعرف ان المغنيين لهم صيت عالي وقوي في الاعلام، وان ظهورهم في الافلام يزيد من قوة الفيلم اعلاميا. مغني الراب الامريكي المعروف بوست مالون ومشاركته القوية بالفيلمين سبنسر كونفيدنتال وراث اوف مان مع الممثل جيسون ستيثم. فيلم جديد نزل امس الاربعاء تصنيفه دراما وكوميدي، واللي قصته عن مستكشف لاعبين كرة السلة حظه مرة سيء، لكن يجي اليوم ويلاقي فيه لاعب متكامل ويحاول بكل الطرق الممكنة انه ينجح مع هذا اللاعب ويتغلب على حظه السيء. فيلم يوريك التدرج في عقبات الحياة ويعطيك جرعة تفاؤل. حتى لو ما تحب تتابع كرة السلة صدقني راح تنبسط بالفيلم. الفيلم تقريبا يشبه فيلم كريد. وأخيرا اسم فيلم السهرة هو هسل أو همة في ملاعب كرة السلة، موجود على منصة نتفليكس. وتقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5/10. سلام. جمعة ويكند وجاء وقت الفيلم الذهبي. تصنيف فيلمنا الذهبي اليوم هو حرب وأكشن. قصته في الحرب العالمية الثانية عن رقيب وأربع جنود ودبابة يتجه في مهمة انتحارية خلف خطوط العدو. فإيش ممكن يسووا هذول 5 أشخاص مع جيش كامل؟ هذا أنتوا اكتشفوه بنفسكم. الفيلم فيه كوكبة من النجوم وأهمهم براد بيت وجون بيرنثال ويستوود لابوف وبينا. وأخيرا اسم الفيلم فيوري واصدره بسنة 2014. الفيلم لعمر 18 سنة وفوق. تقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9/10. سلام. اليوم جايب لكم مسلسل خرافي وتوقع قليل منكم اللي تابعوا. تصنيف المسلسل هو فانتزي ودراما، وقصته عن دكتور اشتغل في معمل طبي للاختبارات، وهذا الدكتور عنده سر محير وخطير جدا، وهذا السر الخطير انه عايش لأكثر من 200 سنة ما يكبر ابدا، وبمساعدة شريكة المحققة يحاول يسوي يكتشفوا سبب هذا السر الخطير. المسلسل من بطولة الممثل يوان غروفود ويتكون من موسم 1 22 حلقة. واخيرا اسم المسلسل Forever واصداره بسنة 2014. المسلسل موجود في جميع المواقع ويصلح لعمر 16 سنة. تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو 8/10. سلام. جمعة وويكند وجاء وقت الفيلم الذهبي. فيلمنا اليوم تصنيفه خيال علمي ومغامرة، وقصته عن الكرة الأرضية وإنه ما صارت تصلح للعيش وما حد يقدر يسكن فيها، ويتكلف مزارع وطيار سابق إنه يقود مركبة فضائية مع فريق من الباحثين عشان يدور على كوكب جديد مناسب للبشرية. القصة ما توقف على كده، في تجارب واستكشافات رهيبة ليك انت كمشاهد في هذا الفيلم الخرافي. والفيلم من بطولة ماثيو ماكونهي وآن هاثلوي من إخراج العبقري كريستوفر نولان. وأخيرا اسم الفيلم انترستيلر واصداره بسنة 2014. الفيلم لعمر 12 سنة وفوق وموجود على منصة نتفليكس. وتقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9.5/10. سلام. أكثر فيلم منتظر في هذا الشهر فيلم الأكشن والإثارة The Grey Man، وقصته عن عميل يكشف أسرار خطيرة عن الوكالة وتترصد مكافأة على رأس هذا الشخص ويصير مطارد من الكل بسبب زميله السابق من الوكالة نفسها. ليش متحمس لهذا الفيلم؟ لأنه من بطولة كريس إيفنز وراين غوسلينج وأنا دي أرمس، والفيلم من إخراج جو أنثوني روسو اللي أخرجوا فيلم أفينجرز إند جيم وإنفينيتي وور وفيلم إكستراكشن. الفيلم راح ينزل بالسينما بعد 4 أيام بتاريخ 14 يوليو، وراح ينزل على منصة نتفليكس بعده ب8 أيام بتاريخ 22 يوليو. بخليكم مستعدين وجاهزين. سلام. اليوم جايب لكم فيلمين، والفيلمين هذول نهايتهم صادمة. الفيلم الأول عن زوج وزوجة ينتقلوا البيت جديد ويزورهم صديق سابق ويجيب لهم هدايا وينشب لهم كل يوم ألين يصير شيء غير متوقع. اسم هذا الفيلم The Gift واصداره بسنة 2015. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7/10. والفيلم الثاني عن خياط إنجليزي يصنع بدلات غالية،
واغلب زباينه من رجال العصابات، ويصير شيء مفاجئ ويهدد حياة هذا الخياط. واسم هذا الفيلم The Outfit، واصداره بسنة 2022. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7.5 من 10. طبعا الفيلمين موجودين في جميع المواقع بجودة عالية. سلام. تابعت فيلم The Gray Man، واحس من زمان ما شفت فيلم اكشن بالطريقة هذه. صحيح انه تحس القصة مكررة، لكن مخرجين الفيلم اللي هم الاخوان روسو اللي اخرجوا فيلم Avengers Endgame وانفينيتي وور اخذوا هذا الفيلم لليفل عالي. طبعا ما ننسى الاداء الاسطوري لابرز الممثلين واللي هم كريس ايفنز وراين جوسلينج وانا دي ارمس. هذا الفيلم كانك تتابع فاست اند ذا فيوريوس وجيمس بوند مع بعض، اكشن وحماس وما تمل ابدا. الفيلم راح ينعرض على نتفليكس بعد 8 ايام في تاريخ 22 يونيو، لكن في السينما التجربه مره مختلفه مع السماعات المحيطيه والشاشه العملاقه. واخيرا مده الفيلم ساعتين والعمر 15 سنه وفوق. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8 من 10. سلام. واحد من أقوى وأفضل المسلسلات في الفترة الحالية مسلسل الدراما The Offer. المسلسل يتكلم عن صناعة أفضل عمل في التاريخ بالنسبة لي، فيلم The Godfather. في هذا المسلسل راح تعرف كل التفاصيل والصعوبات اللي واجهت المنتج والطاقم أثناء تصوير هذا العمل الأيقوني. طبعا لازم تكون شايف أول جزء من فيلم The Godfather عشان تستمتع بالمسلسل وتعيش الأجواء. المسلسل من موسم واحد ويتكون من 10 حلقات لعمر 18 سنة وفوق، موجود على منصة OSM Plus باقي المواقع الانترنت. تقييم الشخص لهذا المسلسل هو 9 من 10. سلام. ملخص لأهم الأخبار السينمائية لهذا الأسبوع. الخبر الأول، بعد نجاح فيلم توب جان مافريك، مايلز تيلر في محادثات مع توم كروز لعمل جزء ثالث من توب جان. والخبر الثاني والمحزن، وفاة الممثل توني سيريكو بعمر 79 عام، وهو الممثل المعروف والمشهور بدور هولي جوالتيري من مسلسل The Sopranos. والخبر الثالث والجميل إنه نتفليكس أعلنت عن نسخة حية من ديث نوت، ورح يكون مسلسل ومن إنتاج The Duffer Brothers اللي ابتكروا مسلسل Stranger Things. وأخيرا والخبر المهم، مقابلتي مع تامر حسني نزلت كاملة في البرنامج الأحمر، فروحوا شوفوه وظبطوني. سلام. ودخلنا الشهر السابع يوليو. إيش هي أهم وأقوى الأفلام والمسلسلات اللي راح تنزل في هذا الشهر؟ بتاريخ 1 يوليو نزل البارت الثاني من الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things على نتفليكس، وبنفس اليوم نزلت أول حلقة من مسلسل الأكشن الجديد The Terminal List على أمازون برايم. وبتاريخ 7 يوليو بينزل فيلم الأكشن الجديد Hot Seat في جميع صالات السينما. وبنفس اليوم تنزل أول حلقة من مسلسل خيال العلمي الجديد Moon Haven جميع مواقع الإنترنت. وفيلم Thor Love and Thunder بينزل بتاريخ 8 يوليو، لكن عندنا ممكن يتأجل ممكن ما ينعرض. بنفس اليوم بينزل مسلسل الدراما The Longest Night على نتفليكس، وبرضه بنفس اليوم بتاريخ 8 يوليو ينزل مسلسل الإثارة Black Bird على منصة أبل تي في. وبتاريخ 11 يوليو رح ينزل البارت الثاني من الموسم السادس لمسلسل Better Call Saul جميع مواقع الإنترنت. وأخيرا أكثر فيلم منتظر، فيلم الغموض والإثارة The Gray Man، رح ينزل بالسينما بتاريخ 14 يوليو على منصة نتفليكس بتاريخ 22 يوليو. سلام. واحد من أقوى الأفلام الملحمية اللي ممكن تشوفها راح يكون اليوم فيلمنا الذهبي، وقصته باختصار عن حصار مدينة طروادة والحرب اللي استمرت لعشر سنوات بين الإغريق وسكان طروادة. الفيلم الملحمي اللي مبني على قصة اختلف المؤرخين عن حقيقتها من عدمها، ولما يكون فيلم ذهبي أكيد بيكون من بطولة نجم كبير ومعروف زي براد بيت. وأخيرا اسم الفيلم تروي، واصداره بسنة 2004. الفيلم لعمر 18 سنة وفوق، موجود على منصة نتفليكس باقي المواقع الإنترنت. وتقييمي الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9 من 10. سلام. خميس ويكند، وجاء وقت فيلم السهرة. فيلم السهرة اليوم تصنيفه حرب ودراما. تدور أحداث الفيلم بعد الحرب العالمية الثانية، والقوات الدنماركية تأسر مجموعة من الجنود الألمان ويجبروهم أنهم ينظفوا شاطئ كامل من الألغام المتفجرة بدون مراعاة أي مخاطر. الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، وتعيشوا معاه في توتر ومشاعر وتخرجوا منه بعدة رسائل. وأخيرا اسم الفيلم Land of Mine، واصداره بسنة 2015. الفيلم موجود في جميع المواقع بجودة عالية. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8 من 10. سلام. وأخيرا دخلنا الشهر السادس يونيو. إيش هي أهم الأفلام والمسلسلات اللي راح تنزل في هذا الشهر؟ بتاريخ 2 يونيو راح ينزل فيلم الأكشن Last Seen Alive في جميع صالات السينما. وبتاريخ 3 يونيو راح ينزل الموسم الثالث من مسلسل The Boys على منصة أمازون برايم. وبنفس اليوم بتاريخ 3 يونيو راح ينزل فيلم الأكشن Interception على منصة نتفليكس. وبتاريخ 8 يونيو راح ينزل مسلسل مارفل الجديد مس مارفل، وحتلاقوه في جميع المواقع. وبنفس اليوم 8 يونيو راح ينزل فيلم الكوميديا والدراما هاسل على منصة نتفليكس. وبتاريخ 9 يونيو الفيلم المنتظر لهذا الشهر
جراسيك وورد دومينيون واللي راح ينزل في جميع صالات السينما، ومسلسل بيكي بلايندرز الموسم السادس واللي راح ينزل على منصة نتفليكس بتاريخ 10 يونيو، وبتاريخ 17 يونيو بينزل فيلم الأكشن سبايدر هيد على منصة نتفليكس، وأخيرا الموسم الثالث من مسلسل ذا أمبريلا أكاديمي واللي راح ينزل بتاريخ 22 يونيو على منصة نتفليكس. احفظوا المقطع لأنه مرة راح يفيدكم، لا تنسوا اللايك والفولو. سلام. نيجي لعالم كرة القدم واللاعبين العالميين اللي ظهروا في الأفلام أو كان لهم دور بطولي، ومن أشهر اللاعبين العالميين اللي دخلوا عالم السينما هو الوسيم ديفيد بيكام وظهوره في فيلم كينج آرثر ليجند أوف ذا سورد. ومن الدوري الإنجليزي لعالم مارفل والسينما اللاعب فيني جونز لاعب ليدز شيفيلد يونايتد واللاعب الدولي لمنتخب الويلز، شارك في فيلم إكس مان وشارك في أفلام مرة كثير منهم سناتش وكينجز مان وجون إن 60 سكندز وذا ماجنيفيسنت 7. وأكيد ما ننسى اللاعب الفرنسي إريك كانتونا أسطورة المنتخب الفرنسي وأسطورة مانشستر يونايتد وظهوره في أفلام كثير مثل The Salvation وSwitch وThe Traveller، وكان بعضها مرور الكرام وبعضها كان له دور بطولي. ولما نتكلم عن كورة ما ننسى اللاعب البرازيلي نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان وظهوره خفيف في فيلم Triple X Return of Alexander Cage في عام 2017 بطولة فين ديزل وسامويل جاكسون. راح أذكر 5 مسلسلات وأقول لكم مين أفضل شخصية عندي فيهم، وانتو كمان اكتبوا لي في الكومنتز مين افضل الشخصيات عندكم في هذه المسلسلات. مسلسل بيكي بلايندرز اكثر شخص حبيته في هذا المسلسل هو الفي سولومونز. ذا ووكينج ديد افضل شخصيه عندي ديرل. جيم اوف ثرونز جيمي لانستر جون سنو جيمي لانستر جون سنو. مسلسل هاو تو جيت اواي وذ مردر كل الشخصيات تنحب بس بالنسبه لي افضلهم فرانك ديلفينو. واخيرا مسلسل فايكنجز والله الخيار جدا صعب ايفار. اليوم راح اتكلم عن فيلم قصته جدا رهيبه وغريبه وجديده، يعني في الكتب والقصص والاساطير ما مرت علينا القصه هذه والفكره هذه. فيلم الاثاره الجديد اولد، خلينا اقول لكم قصته على السريع وفين تقدروا تتابعوه. عائله تقضي اجازتها في جزيره وفي الجزيره هذه تصير ظاهره غريبه، والظاهره الغريبه هذه انه عمرهم يتغير، يعني البزر اللي عمره 6 سنين يصير شايب والعكس، شيء حيخلي المشاهد في حاله صدمه واستغراب. الفيلم انعرض في سينمات دول اوروبا وامريكا وفي هذا الاسبوع راح ينزل بجوده السينما على المواقع. وبعد شهرين بالضبط فيلم الإثارة والأكشن من إنتاج وتقديم نتفليكس السماء القرمزية أو Blood Red Sky. قصته عن مجموعة إرهابية تختطف طيارة في الليل، داخل الطيارة هذه في واحدة عندها مرض غامض وتكتشف سر مرة خطير عشان تحمي ولدها. طبعا أشهر الممثلين في هذا الفيلم هو دومينيك بورسيل بطل مسلسل Prison Break. الفيلم حلو وساعتين تستمتع فيه، يعرض على نتفليكس وباقي المواقع الأخرى. سلام. حابب تتابع أجدد الأفلام وحتى اللي تنعرض بالسينما أول بأول بجودة عالية ومترجمة وبدون إعلانات؟ جايب لكم موقع مشابه لنتفليكس وأفضل، صدقني الموقع ده راح يفيدك. لايك وحركة الإكسبلور وليتس جو. موقع باينامس يقدم لك أجدد الأفلام وتقدر تحملها وجودتها توصل إلى 4K. تقدر تدخل الموقع بجميع الأجهزة جوال آيباد لابتوب أي شيء. عندك تجربة 7 أيام مجانية للموقع وبعدها يبدأ الاشتراك الشهري $3 فقط. لو حابين أشرح لكم على الموقع أكثر اكتبوا لي تحت في الكومنت. اليوم جايب لكم مسلسل من موسم 1 و10 حلقات خفيف وممتع تخلصه في جلسة واحدة. المسلسل بطولة الممثل العملاق براين كرانستون اللي مثل مسلسل بريكنج باد. قصته عن قاضي متمرس باقي له شوية وترقى لفوق. يتورط في قضية كبيرة بسبب ولده اللي صدم واحد وهرب، والشخص اللي صدم ولده من عائلة إجرامية كبيرة. أنا عن نفسي تابعت المسلسل في موقع فاصل إعلاني، تقدروا تتابعوا هناك وانجوي. سلام.